وننتقل أيها السادة إلى الأخبار المنوعة مع فاطمة. الإقبال على الأجهزة الذكية في وقتنا الحاضر تعدى حدود الاستخدام إلى حدود الإدمان في رأي الكثيرين، الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على صحة مستخدميها. وفيما يرى الباحثون بأن مدمني الهواتف الذكية وخاصة شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي يجدون فيها واقعا بديلا، ترى الدراسات بأن قضية الإدمان على تلك الأجهزة تسببت في زيادة الاضطرابات لدى الأفراد على المستوى الاجتماعي والنفسي كذلك. الأجهزة الذكية تستحوذ على حصة الأسد من الأوقات وتحولت إلى مرحلة الإدمان. أنا قاعد أشوف حتى الربع بالديوانية مثلا، تشوف إنهم إن كل واحد ويا تليفونه لاهي وياه. دي بعرف أشخاص من وراء التليفون عملت لهم مشاكل بينهم بين زوجاتهم ووصلت للطلاق يعني. كثرة استخدام الهواتف. كثرة الاستخدام وسوء الاستخدام. تلاقي الزوجة قاعدة ماسكة التليفون على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى ما عرفش ايه، والطفل قاعد في مكان والبنت قاعدة في مكان وكل واحد في موال مع نفسه. حذر أطباء نفسيون من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية التي قتلت الحياة الاجتماعية، وأصبح العديد سجناء لشاشات هواتفهم. أنا ممكن أروح غرفتي أقعد فيها 24 ساعة، ولكني متواصل مع الجميع من خلال الجهاز مالي هذا، فما أرى حاجة للتواصل مع الناس حقيقة. أنا أبني آراء وأبني توجهات وأبني الظنون في الآخرين من خلال معلومة وصلتني في الجهاز، فأيضا هذا تأثير النفسي السلبي في العلاقات الاجتماعية واضح. الهواتف الذكية سلاح ذو حدين، فهي نافعة وضارة في آن واحد، الحل يرتبط بأخلاقيات استخدامه. أنا اليوم أصبحت أكثر اطمئناناً على عيالي يوم يطلعون برا أو يسافرون أو يروحون، لأني أنا قادر على التواصل معهم بشكل دائم، فمن الناحية الاجتماعية هو أفضل، أعطانا فرصة للتواصل وأن احنا نكون مع بعض. كما أن هناك الكثير من الدراسات العلمية العالمية تؤكد على تأثير كثرة استخدام الهواتف الذكية على مرضى الصرع، وأيضاً لها أضرار خطيرة على الرقبة، لأن هذه الأجهزة فيها ليتات والفلاشات والحركة، والناس تستخدم فيها جيمز وألعاب، الألعاب فيها حركة، وهذا يهيج الرأس، يهيج الخلايا العصبية في الرأس ويزيد من حدوث نوبات الصرع. استشاريو الأمراض العصبية في مستشفى ابن سينا لاحظوا تزايد حالات الإصابة بآلام الرقبة ناتجة الانشغال بالهواتف الذكية وخاصة عند الصغار. عملية ثني الرقبة تزيد من وزن الرأس بشكل كبير على ديسكات الرقبة، وهذا يؤدي إلى ضغط ساعات على النخاع الشوكي وآلام في الرقبة، وقد ينتج عنا كذلك صداع مزمن في أسفل الرقبة. لا يوجد لغاية الآن دراسة مثبتة علميا حول احتمالية الإصابة بسرطان في المخ بسبب الإفراط في استخدام الهواتف، ولكن بعض البحوث تؤكد على أن الأشخاص الذين لديهم قابلية لحدوث الصرع قد تظهر نتيجة الاستخدام المفرط للموبايل. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.